بتتكلم فيه. انت للاسف الشديد انت احنا هن على انفسنا فهن على الاخرين. انا ما ازعلش من الاخر انه بيهني لان انا هنا مهان. يا سيدي الفاضل في حاجه واحده بس، في ناس بتسافر من هنا في قلب المراكب لليونان وايطاليا وتركيا مش كده برضه؟ وهو عارف مليون الميه بيدفع له 50-60 ألف جنيه وسالفهم وبايع صيغه امه، وللاسف الشديد يعلم تماما 90% هيغرق في البحر و10% ينجو. ايه السبب؟ ما قدموش بديل. لا عنده امل هنا وهيروح هناك هيعامل بمنتهى المهانه. انت هنا قتلت الامل، قتلت الطموح عنده. هو دي هي دي الاشكاليه بيه. الاشكاليه ما هياش ان رايح يشوف شغل هناك، الاشكاليه ان عارف هيروح يشتغل مرمطون النهارده في الفندق بس عنده امل بكره ان يبقى مدير الفندق، بعد بكره يبقى صاحب الفندق. انت هنا ما عندكش امل في حاجه. الاشكاليه ما هياش ان رايح يشوف شغل هناك، الاشكاليه ان عارف هيروح يشتغل مرمطون النهارده في الفندق بس عنده امل بكره ان يبقى مدير الفندق، بعد بكره يبقى صاحب الفندق. انت هنا ما عندكش امل في حاجه. منظومه التعليم في مصر نقول منذ حوالي 3 عقود كده منظومه تعبانه، منظومه فاسده، منظومه لا تمت للتعليم باي صله. يعني اي حاجه نقدر نقول عليها الا انها تعليم. قيمه الموازنه العامه للتعليم في الدوله 62 مليار. من ضمنهم 51 مليار اجور ومرتبات. يبقى انت ما يتم انفاقه على التعليم حقيقه الامر 11 مليار. انفق على التعليم في ايه بقى؟ ايجار المدارس ده لازم يطلع منه، تليفونات المدارس ده لازم تطلع منه ولا غلط؟ الاكل والشرب اللي موجودين والعربيات اللي بتودي الناس وجزء تاني، القصه كلها ما يتم انفاقه على سبوره وكتاب وقلم وكلام من ده لا يتجاوز مبالغ يعني ضئيله جدا. الدستور اللي حدث اليومين اللي فاتوا اللي هو المسوده اللي احنا مفروض يوم 14 و15 يناير ننزل نستفتي عليها، عمل حاجه كويسه قوي عبقريه. لازم نقول ده ونقول ده. الحاجه العبقريه اللي فيه ان والله في 4% من قيمه الناتج القومي يتم انفاقه على التعليم. الناتج القومي 1600، 4% يبقى انا بتكلم في 64 مليار جنيه مصري يتم انفاقه. المفروض الرقم ده خارج رقم الاجور والمرتبات. يعني لان هو النهارده بيقول 64 طبعا. حضرتك تقول 64 مليار ما يفرقوش حاجه على 62 مليار يعني. ما انا بقول لحضرتك الرقم 64 ده ملوش علاقه بقيمه الاجور والمرتبات المفروض. لو انا دخلت ضمن الاجور والمرتبات وقلت ده، اصل في فرق بين انفاق على التعليم وانفاق على رواتب موظفي التعليم. عدد الموظفين داخل مصر يا استاذ اسامه 5.5 مليون، من ضمنهم 1.8 في وزاره التربيه والتعليم. ما اقدرش احسب دول ضمن ده. ده داخلين ضمن بند اجور، يبقى المفروض الباقي يتصرف على العمليات التعليميه. ما الدستور ما وضحش. ما هي دي بقى الحته اللي هم حطوها جوه. هو 4% من اجمالي الناتج القومي. الناتج القومي مش 4% من موازنه الدوله. لا، اصل 4% من موازنه الدوله كلام فارغ. موازنة الدولة اللي هي موازنة السنة دي لو خدنا الإيرادات بتاعت المتوقعة 497 مليار. إنفاقات المتوقعة 697 مليار. نقول 700. 700، لما تاخد 4% منهم حضرتك يبقى بتاخد 28. أنا باخد من الناتج القومي اللي بيطلع كله، زراعة وصناعة وتجارة وسياحة وخدمات وكله كله كله اللي تنتجه مصر، والمفروض اللي إحنا بننتجه ده إحنا في وقت ضعيف جدا. يعني احنا انتاجنا ده بالمناسبه كده 1600 مليار جنيه مصري. 1600 مليار تمام، يعني 1.6 تريليون. لما نيجي نحولهم بالدولار على 7 كده حضرتك يطلع احنا بنتكلم في 230 مليار دولار. في دوله اسمها فنلندا عدد سكانها 5 مليون مواطن، فيها شركه عدد الناس اللي بيعملوا فيها 35 ألف، بتطلع سنويا انتاج الشركه دي بتعمل محمول وبتعمل برامج وحواديت من دي، بتطلع حضرتك سنويا انتاج 260 مليار دولار. يعني اكتر من موازنتنا واكتر من اجمالي الناتج القومي بتاعنا. هم 35 ألف، انت سيادتك 85 مليون، هو سيادتك شركه كده قد الاستوديو اللي احنا فيه يعني، واتباعت لمايكروسوفت. بالظبط كده. بنتكلم على نوكيا طبعا. نوكيا الاستاذ وائل المخرجنا طبعا لانه مثقف جدا قال لي في السماعه انها نوكيا. ما هي نوكيا، بس انا خفت اقول اسم تقولوا لي ده اعلان صلاح وادفع الثمن وانت ماشي. ما انت بس هو المخرج هو اللي هيدفع الثمن. بس ربنا يوفقه بقى. اللي موجود هنا اللي موجود حاليا في قرض موجود بيدفع عليه فوائد
في هيئة المعارض موجود ولم يتم استخدامه حتى الآن بسبب توقف المشروع وبسبب تغير الوزراء اللي جم. هي دي الإشكالية اللي موجودة عندنا. احنا من ضمن البرنامج حضرتك احنا النمط الغذائي للشعب المصري يا استاذ اسامه بناكل ونشرب لا النمط الغذائي باكل ايه الصبح؟ ناكل عيش وفول مش كده؟ لازم النمط الغذائي يتغير. ناكل فول بالليل؟ لا يبقى سمك الصبح. سمك الصبح طبعا سمك وبطاطس. بالمناسبه بقى لو انت جبت سمكاية يعني انا بكلم حضرتك بمنتهى الامانه نزلت وقلت الكلام ده للناس مش هيسيبوك. ده سمك مين ده اللي ناكله الصبح؟ اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم تاني ان مصر تستطيع ان تقوم باكل سمك الصبح والظهر بالمناسبه وتدي القرار. يا بيه انت عندك بحيره بس لوحدها اسمها السد العالي اكبر بحيره صناعيه في العالم 500,000 فدان. ال 500,000 فدان اللي موجودين قيمه السمك اللي بيطلع منه في اقول اسم واحد تاجر موجود في كفر الشيخ قول يا باشا الحاج الصلاه على النبي اللي موجود هو اسمه كده مش كده بيطلع من القفصين بتوع السمك اللي بيعملهم في كفر الشيخ اللي عاملهم قد اللي بيطلع من 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 قناه من السد العالي بحيره السد العالي ست مرات واحد عنده قفصين في كفر الشيخ بيطلع منهم سمك قد ده. دي ناس مغيبه ده اهدار مش سيبك بقى من اهدار مال عام اهدار لثروات امه اهدار لثروات امه. طب ازيد فاقول حاجه زيد مصر بتصدر سنويا 4 مليون طن فوسفات عشان احنا دوله عقول مسؤولين خام بنصدر صادراتنا كلها 98% منها خام. احنا بنصدر سنويا ب 23 مليار دولار بنصدر القطن خام البترول خام الغاز خام الرمل الزجاجي خام الفوسفات خام. مصر بتصدر سنويا يا سيد الفاضل 4 مليون طن فوسفات. طن الفوسفات سعره عالميا من 18 ل 23 دولار وفقا للنقاء والرطبة والدرجة. نقول 20 متوسط يبقى احنا مفروض لما اجي اصدره 4 مليون طن مصر تاخد 80 مليون دولار. اللي بيحدث ايه بقى سعادتك؟ بصدر ال 4 مليون طن واطلع من جيب الدوله 80 مليون دولار اصدرهم ديت كمان اديهم للناس دعم صادرات. اي عبث هذا؟ نعم. الحاجه الاهم من دي القوات المسلحه بس من كام شهر عملت المصنع بتاع الفوسفات لتحويله لحمض الفوسفوريك. ما انا بقول لحضرتك احنا لفينا البلد جبناها المليون فدان قصدي المليون كيلو متر مربع ال 238 مليون فدان هي اللي بتعمله في قلب الفيوم عملت مصنع علشان يطلع حمض الفوسفوريك اللي يطلع اللي نبتدي نعمل بيه اسمده. مصر بتصدر للاردن 70% من فوسفاتها خام بتصدر له غاز خام يجوزوهم لبعض هناك تستورده انت سماد ازوتي. الصح بقى كمان ان انا ما اصدرش الغاز بره خام. الصح ان انا اجيب اصدر الغاز اصنعه جوه. الصح ان انا اعمل 10,000 مصنع كثيف استخدام الغاز. الصح ان انا اوصل الغاز للمسابك وامين الطوب ومزارع الفراخ ومزارع التسميد والسفارات. يا استاذ اسامه مصر بتدعم امريكا. مصر بتدعم السفير الامريكي، مصر بتدعم السفير الاسرائيلي، مصر بتدعم السفير الانجليزي والفرنسي. السفير اللي هناك ده اللي موجود في السفاره على النيل ده ما عندوش غاز طبيعي. قول لي يستطيع حد ان يقوم يبيع له الانبوبه ب 50 60 جنيه؟ انا اكتشفت ان هو عنده غاز طبيعي بس في حاجه الانكى لاني قابلت حد موظف صغير في السفاره وقال لك ان هم بياخدوا تقريبا اسبوعيا مش فاكر او شهريا 23,000 لتر بنزين طبعا مدعم بيتحطوا فيه التانك بتاع السفاره السفاره طبعا عشان يمول منه